او شيخ دياباتي راح شوف 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 الله الله هو دياباتي هو من ياتي بالاخبار ولكن يبدو للفار راي يبدو للفار راي نعم دياباتي اتى باجمل الاخبار ولكن يبدو بان الفار لديه راي شوف اللعبه شوف 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 هل اخطا خميس فيروز هل اخطا خميس فيروز يحيى الملا يحيى الملا لماذا توقف اللعب هل كان هناك قرار راح نشوف راح نشوف راح نشوف كاميراتنا موجوده كاميراتنا موجوده هل اخطا خميس فيروز راح نشوف راح نشوف هذا هو الحكم شوف 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 اللعبه شوف اللعبه شوف اللعبه سليمه سليمه اعتقد سليمه وجهه نظري اعتقد سليمه يبقى القرار للفار فار جول نعم فيروز ضابط الايقاع فيروز لا يخطئ هذا الرجل نعم هدف سليم هدف سليم لعبة يا سلام دقيق قرار دقيق الله عليك يا فيروز اي والله راح اقول لك انت جول يا فيروز انت جول يا فيروز بالفعل قرار سليم الان ياتي وهدف ثاني الان للامارات